راجع من جامعتك او شغلك في يوم قررت تتسلى وانت في الطريق في المواصلات، فتحت يوتيوب جيمنج عشان تشوف ايه الجديد، فتلاقي لعبه جديده اسمها Assassin's Creed Odyssey فتعجبك قوي وتقرر تلعبها على موبايلك من خلال ضغط الزرار على يوتيوب. في خلال 5 ثواني او اقل تكون جوه اللعبه من غير لا داونلودز ولا درايفر ولا ابديتس كل شويه. وانت بتلعب قابلتك حته مش عارف تعديها، فضغط الزرار برضو جوجل اسيستنت يغششك ازاي تعدي الحته دي من غير ما تقفل اللعبه وتفتح يوتيوب. اول ما وصلت بيتك بالسلامه فتحت كمبيوتر ابو كرتونه وفي لحظه كملت اللعبه من نفس المكان اللي كنت واقف عنده على موبايلك، لكن المره دي كنت بتلعب من على جوجل كروم على دقه عرض 4K ب 60 فريم في الثانيه. ده نفس جوجل كروم اللي كان اخرك تلعب عليه لعبه الديناصور لما النت يقطع من عندك، والعاب فلاش والعاب تلبيس البنات. تخيل بقى انك كنت مثلا بتتفرج على احمد في لايف ستريم فيفا وعاوز تدخل تلعب معاه وانت بتتفرج على يوتيوب، تدوس على زرار واحد حرفيا وانت بتتفرج وتدخل تلعب معاه في الستريم، سواء كنت بتتفرج من يوتيوب على موبايلك تلفزيون بيتك او حتى من على جهاز ابو كرتونه او اي تابلت عندك في البيت. كل التخيلات دي جوجل بتوعدنا انها تبقى حقيقه في 2019، فتعالوا بقى نحكي لكم الموضوع بالراحه كده. من سنة تقريبا وفي تسريبات كتيرة عن بروجكت جديد من جوجل، هو أول محاولة من جوجل لدخول عالم الجيمنج من زاوية محدش قدر يدخل منها قبل كده، وهي الكلاود جيمنج. وفعلا الأسبوع اللي فات جوجل فاجأتنا بالإعلان عن جوجل ستيديا. الاسم الجديد ستيديا كان معبر جدا عن الرسالة اللي جوجل عايزة توصلها لنا، وهي إن مستقبل الجيمنج مش هيكون في الكونسول، مش هيكون في جهاز، لا ده هيكون عبارة عن مكان أو على حسب تشبيههم استاد بيجمع اللاعبين والمتفرجين في مكان واحد. جوجل عرفت تلعب على الجمهور بالطريقة الصح وأعلنت إن لما تستخدم جوجل ستيديا مش هتحتاج تشتري كارت شاشة، مش هتحتاج تشتري كونسول، مش هتحتاج لابتوب جيمينج. باختصار هتقدر تلعب اي لعبة نفسك فيها من اي مكان في العالم ومن على اي جهاز عندك في البيت حتى لو كان جهاز ابو كرتونة. اول لما جوجل ضربت على الوتر الحساس ده الجمهور وخصوصا كل الوطن العربي فرح جدا واعتبر ان دي نهاية الكونسول، وفي نوع من الناس بالغ اكتر وقالك ان دي نهاية انفيديا وام دي وانتل وام اس اي وبقية شركات الهاردوير واللابتوبس. طبعا دي افوره وهنقول لكم ليه كمان شوية، بس قبل ما نكمل عايزينكم تبقوا عارفين حاجه. جوجل مش اول حد يحاول في الكلاود جيمنج، كان في زمان خدمه اسمها اون لايف بتحاول تمشي في نفس السكه وفشلت، وبعدها بلاي ستيشن حاولت مع بلاي ستيشن ناو وفشلت، وانفيديا حاولت مع جي فورس ناو وفشلت برضه، وده كله بسبب حاجه واحده وهي الانفراستراكشر وسرعات الانترنت الغير مستقره في العالم كله. صحيح جوجل قدرت تعمل ضجه اعلاميه كبيره لاسباب كتير منها ان دي جوجل وان ده اول مشروع ليهم في الجيمنج، لكن هل ستيديا هيقدر يحقق الوعود اللي وعدتنا بيها جوجل؟ خلوني اشرح لكم موضوع الكلاود جيمنج ده ببساطه عشان نفهم هل هو حاجه عمليه في الوقت الحالي ولا لا. انت تقدر تتفرج دلوقتي على اي فيديو على اليوتيوب على دقه عرض 4K لو عندك شاشه بتدعم التقنيه دي، صح؟ طب ليه لما تيجي تشغل لعبه 4K على نفس الجهاز اللي انت مشغل عليه الفيديو 4K كل حاجه بتبوظ والجهاز بيموت منك؟ لانك ببساطه الفيديو ده بيتم عرضه بس، لكن اللعبه جهازك بيعمل لها ريل تايم ريندرنج، وده بيتطلب بروسيسنج باور كبيره جدا من الهاردوير بتاعك. فالشركات فكرت ليه ما نخليش الالعاب بنفس المبدا بتاع الفيديوهات؟ اللعبه هيحصل لها ريندرنج على كمبيوتر قوي جدا، ومن الجهاز ده هيحصل لايف ستريم على الجهاز اللي عندك في البيت، وبكده تقدر تلعب اي لعبه على اي جهاز مهما كانت قوته، لان الموضوع حرفيا بقى كانه فيديو بيتعرض ليك على اليوتيوب. الفرق الوحيد انك بتتحكم فيه. مش عارف انت خدت بالك من النقطه دي ولا لا، بس انت كده كانك بتاجر بالظبط جهاز كمبيوتر من شركه لمده معينه. مش بيفكرك الموضوع ده باي حاجه؟ بالظبط السايبر اللي كنت بتهرب من المدرسه عشان تروح تلعب فيه. الفكره ان ده هيكون سايبر كبير حبتين وبعيد عنك وهتاجر برضه بالساعه، وكل ما كان الكمبيوتر اللي بتاجره اقوى كل ما هتدفع اكتر. فالفكره احنا كده بنطلع لقدام ولا بنرجع لورا؟ ليه ممكن حد يروح سايبر وياجر جهاز لما ممكن يشتري الجهاز بتاعه ويبقى معاه على طول في بيته؟ لكن سيبك مني ومن رايي، انا هقول لك على المميزات والعيوب وعايز اسمع رايك تحت في التعليقات. اول ميزه هي التكامل او الكروس بلاتفورم، بمعنى انك هتقدر تلعب اي لعبه مدعومه على اي جهاز بشاشه عندك في البيت، موبايل بقى، كمبيوتر، تابلت او حتى سمارت تي في، وتقدر تكمل لعب ما بين الاجهزه دي ببساطه وبسهوله. ميزه كمان مبهره هو انك تقدر تلعب من خلال يوتيوب. 15% من الفيديوهات اللي بتترفع على يوتيوب كل يوم عباره عن جيمنج كونتنت. تخيل بقى ان كل فيديو من دول هو اكسس بوينت للعبه. تخيل برضو انك وصلت لمرحله معينه في اللعبه عند لقطه معينه بالظبط، تقدر تشير اللقطه دي من خلال لينك يوتيوب عادي جدا، بس بدل ما الناس تدخل تتفرج عليك وانت
وانت بتلعب اللعبة، لا الناس هيلعبوا الحتة دي بالظبط من اللعبة، لان ده كله متخزن على الكلاود، فبسهولة جدا تقدر تدي احداثيات اي مرحلة من اللعبة لاي حد يروح يجربها بنفسه. الموضوع ده لوحده حوار، وهيغير طريقة تفاعل الجيمرز مع اليوتيوبرز 180 درجة، وده هيخلي يوتيوب هي المنصة الاولى والاهم للجيمنج بشكل عام وللايف ستريمنج بشكل خاص. لا تقول لي بقى تويتش ولا غيره. وده يجيبنا للميزة الثالثة وهي كراود بلاي، ودي موجهة اكتر للستريمرز. وانت بتتفرج على اي يوتيوبر بتحبه تقدر تدخل تلعب معاه فورا من نفس الجيم وهو طبعا موافق، من غير بقى ما تقفل الستريم وتفتح البي سي والتفاصيل الكتيرة دي. فضغطة واحدة هتبقى جوه اللعبة مع الناس وتتفرج عليك وانت بتلعب معاه. الميزة الاخيرة بقى انه جوجل بتتكلم في 4K 60 فريم، وبتوعد في المستقبل بدقات 8K على 120 فريم. فاهم هما بيعلوا على بعض في ايه بالظبط؟ انت متخيل هي بتقول ايه؟ احنا عمالين نحزق مع شركات الهاردوير بقالنا سنين عشان نوصل لنقطة 4K 60 فريم دي، والـ RTX 2080 Ti وقطع هاردوير بآلاف الدولارات، وتيجي جوجل بكل سهولة تقول لك أي جهاز مهما كان سعره يقدر يشغل أي لعبة على 4K 60 فريم. وده ينقلنا فورا للعيوب، وأعتقد أنتوا كلكم متوقعينها، وهي سرعات الإنترنت. عشان تلعب على فول اتش دي فأنت محتاج بالميت سرعة لا تقل عن 30 ميجا بت. يمكن الرقم ده ما يخدش قوي الصراحة، والسرعات دي بقت متاحة عادي جدا في أوروبا وأمريكا ودول آسيا وفي بعض الدول المتقدمة وبعض الدول العربية، ويمكن حتى في أجزاء معينة من مصرنا الحبيبة مع باقات وي الجديدة. لكن الفكرة مش في السرعات، الموضوع معقد اكتر من كده بكتير. زي ما قلت لكم من شوية ده لايف ستريمينج، واهم نقطة في اللايف ستريمينج او البث المباشر هو الاستابيليتي. البث المباشر مش محتاج انترنت قوي قد ما هو محتاج انترنت ستيبل ثابت، ودي مشكلة لحد دلوقتي ملهاش حل في معظم دول العالم. مش عارف اذا كنا قلنا لكم النقطة دي ولا لا قبل كده، بس احنا هنا مثلا وقفنا اللايف ستريمينج على قناتنا التانية عرب هاردوير لايف بسبب مشكلة ثبات الانترنت. ده على الرغم من عندنا الواي ماكس وسرعة بتوصل لـ40 ميجا بت في الثانية الواحدة، لكن عدم الثبات والاستقرار على السرعة دي بشكل منتظم بيبوظ التجربة كلها. طبعا مش محتاجة اتكلم ان ده لايف ستريمينج على 4K 60 فريم، فانت بتستهلك ساعات انترنت خيالية اللي هي الكوتا، فالكلام بتاع 300 جيجا ونص تيرا والجو ده مش هينفع خالص. جوجل بمنصة ستاديا بتراهن على سرعات الـ5G اللي هتبدأ تتوفر خلال 2019 عشان تحل المشكلة دي. العيب التاني هو معدل التأخير، وده بيخلي ستاديا مش للكومبيتيتيف جيم بلاي خالص، يعني ما تتوقعش تلعب عليها كول اوف ديوتي، فورتنايت، ايبكس ليجندز، او حتى لعبه زي باتل فيلد 5. شوف كده الفيديو ده عشان تفهم قصدي. تاخر الاستجابه كارثي وممكن يبوظ تجربه اللعب تماما. العيب الثالث ان اللعبه مش هتبقى بتاعتك، مفيش داونلود، مفيش حاجه في ايدك، كله على الكلاود. وبالتالي تخيل كده لو الانترنت قطع في يوم، وده بيحصل في كل وقت وفي كل مكان، مفيش حاجه اسمها لعب اونلاين بالمنظر ده. ودي حاجه لما حصلت مع اكس بوكس 1 مثلا الجيل ده، الناس كلها قلبت على مايكروسوفت ومبيعات اكس بوكس 1 كانت كارثيه بسبب النقطه دي لوحدها. فتكرار نفس النقطه دي مع ستيديا مش حاجه ذكيه، يمكن قدام كمان 5 أو 10 سنين ولا حاجه، بس مش دلوقتي. النقطه الثالثه وهي السعر، جوجل تجاهلوا الموضوع ده تماما. هل انا محتاج ادفع لجوجل ستيديا كخدمه كل شهر زي نتفليكس مثلا؟ سعرها هيكون كام ولا هتكون ببلاش ويظهر لي اعلانات كل شويه زي يوتيوب زي الاعلان ده مثلا؟ هل فعلا هتشتغل على اي بي سي ولا في مينيمم ريكويرمنتس؟ بالتالي بدل ما تروح تشتري جهاز ب $5000 مثلا، تشتري جهاز ب 1000 او ب 2000 دولار مثلا. خد بالك برضو انك هتلعب على كروم، وكروم كبراوزر هو بلاعة رامات، فما بالك لما تيجي تلعب عليه؟ فهيبقى ايه اللي وفرناه من ثمن كارت الشاشة دفعناه في الرامات؟ اسعار الالعاب هيبقى شكلها ايه؟ هيبقى الموضوع عبارة عن باقات زي اكس بوكس جيم باس، ولا هتدفع $60 برضو للعبة؟ او ممكن ما تضطرش تشتري اللعبة كاملة، ممكن الموضوع يبقى بالساعة او لحد حتة معينة، او خد فكرة واشتري بكرة. مش حاسس بحاجة؟ جوجل ما عملتش كونسول يا جماعة، جوجل فتحت سايبر كبير وهتأجر لنا السيرفرات بتاعتها عشان نلعب بالساعة. وفعلا هم قالوا كده، قالوا مستقبل الجيمينج مش في بوكس، مستقبل الجيمينج في مكان. كوتة الانترنت الشهرية اللي محتاجها قد ايه؟ ولا هيبقى نفس المشكلة برضو اللي وفرته من هاردوير او من كونسول هروح ادفعه لشركة الانترنت؟ خصوصا زي ما وريتك في الفيديو ان كان في لاج برضو او تأخر في الاستجابة مع سرعات الانترنت في امريكا، فما بالك بقى في الشرق الاوسط اللذيذ ومصر الجميلة وتي داتا اللطيفة قوي. هتقول لي يعني انت يا ناصح اللي خدت بالك من المشاكل اللي جوجل ما خدوش بالهم منها؟ هقول لك لا، اكيد جوجل واخدين بالهم لما عدد كبير من الاعلاميين اللي كانوا حاضرين المؤتمر هناك اشتكوا لجوجل من موضوع سرعات الانترنت. كان رد جوجل مالكمش دعوه، خليكم واثقين فينا، احنا جوجل معانا،
لا خوف علينا. جوجل معاها الهاردوير والسوفت وير والشركات اللازمة عشان تخلي الموضوع ده يشتغل بشكل كويس جدا. جوجل كانت واعية لمشكلة الانترنت دي من زمان وحاولت تحلها بمشروع جوجل فايبر، لكن الموضوع ما كملش بسبب مشاكل كتير. وبالتالي لما بنسأل ايه الجديد اللي جوجل قدمته مختلف عن جي فورس ناو وبلاي ستيشن ناو واي خدمة كلاود جيمنج قديمة، والاجابة هتكون في حاجتين. الاولى هي استغلال بداية انتشار ال 5G، والحاجة التانية هي جوجل نفسها. جوجل نفسها هي الاختلاف، لان دي جوجل يا جماعة، يعني كمية سيرفرات ملهاش اول من اخر، ودي حاجة تقريبا مش عند اي شركة حاولت قبل كده في موضوع الكلاود جيمنج، اللهم الا مايكروسوفت اللي لسه هتنزل بتقلها في المجال ده في E3 الجاي. لكن برضو الموضوع مش بالشكل الوردي ده. كمية المشاريع اللي جوجل بدأتها وحمستنا فيها وقفلتها في الاخر كتيرة جدا، جوجل بلس، انبوكس وما الى ذلك. وبالتالي ايه اللي هيضمن لنا ان ستاديا مش هيكون واحد من الخدمات اللي جوجل هتقفلها في المستقبل؟ الضمان الوحيد لحد دلوقتي هو ان جوجل بتخدم على الموضوع ده بانجح خدمات. انت متخيل ان ستاديا معمولة انتجريشن في انجح 3 خدمات بتقدمها جوجل، وهما يوتيوب وكروم واندرويد. جوجل داخله بتقلها ومش عاوز ستاديا يفشل زي اي مشروع تاني مات قبل كده. الخلاصة بعد الرغي ده كله، جوجل دلوقتي وعدتنا بكلام كبير قوي، ومع اول دخول ليها في عالم الجيمنج خبطت في شركات كتير، منهم انفيديا وبلاي ستيشن ونينتندو اللي انخفضت اسهمهم بعد المؤتمر بتاع جوجل. كمان جوجل وقفت راس براس قصاد مايكروسوفت واكس بوكس، ودي حاجة مضايقة فيل سبنسر جدا، خبط دماغك في الحيط، وبتخبط بشكل عنيف جدا في امازون وفي خدمة البث بتاعتها تويتش. من الاخر كده، جوجل شايفة ان سوق الجيمنج عبارة عن حارة، وهي كبير الحارة دي. على عكس المتوقع، احنا بنتمنى جوجل ستيديا كخدمة وكمبدأ ينجح، لانه لو منجحش فاحنا كمجتمع جيمرز هنقفل من جوجل كلاعب اساسي في اندستري الجيمنج، والاوحش اننا هنقفل من خدمة واعدة زي الكلاود جيمنج وناخد عنها سمعة وحشة قبل ما شركات تانية زي مايكروسوفت وبلاي ستيشن وانفيديا ياخدوا فرصتهم ويقدموا احسن حاجة عندهم في المجال ده. الدنيا دلوقتي بتتغير في وقت حساس جدا، واي 3 اللي جاي هيكون فرصة كبيرة لجوجل انها تخطف الاضواء وتثبت نفسها في عالم الجيمنج. لو قدرت تستغل غياب اي اي وبلاي ستيشن، هل المفروض دلوقتي ان انا اشتري هاردوير جديد او اتحمس للجيل الجديد من الكونسول وتحديدا بلاي ستيشن 5؟ احنا مش هنجاوب، بس هنقولها للمرة الثالثة، ليه نروح سايبر نلعب فيه لو انت عندك جهاز في بيتك؟ خصوصا ان التجربة في السايبر دايما اوحش حتى لو كان ارخص. حد فهم حاجة؟ خلونا نسمع رأيكم تحت في التعليق.